بحضور سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أقيمت فعالية الذكاء الاصطناعي في مجال الإدارة وصنع القرار، نظمها المعهد لمنتسبي شركة تطوير البترول وبرنامج تكوين. ويعد اليوم وجودكم كممثلين لشركة تطوير البترول ومنتسبي برنامج تكوين الذي يضم مجموعة متنوعة من مختلف مؤسسات القطاع العام دليلاً واضحاً على أننا اليوم نشكل منظومة واحدة وفريقاً واحد نسعى من خلاله إلى مواكبة الرؤى الوطنية والتوجهات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني. الفعالية شهدت حضوراً مميزاً من القطاعين العام والخاص، وذلك حرصاً من المعهد على تطوير القيادات الوطنية في القطاعين تمشياً مع التوجهات الوطنية الرامية لجعل القطاعين العام والخاص يسيران في اتجاه واحد ويرفعوا من الجودة والكفاءة. ومن هذا المنطلق جاء موضوع الذكاء الاصطناعي ودوره في صنع القرار. أتمنى أن هذه المادة اللي قدمناها اليوم أو شرحها لنا الأستاذ محمد بعلال أن تكون مادة أساسية حق طلاب التعليمين، يعني من الابتدائي إلى مراحل الجامعة، كذلك مثل حتى الموظفين. إحنا داشين في عالم الذكاء الاصطناعي بشكل وايد قوي، وأتمنى أن نستفيد من هذه البرامج اللي تقدم، بحيث أن كل شخص يكون في عنده يعني في بيته في جهازه هذه البرنامج الذكاء الاصطناعي. كوني أنتمي إلى القطاع الخاص، اليوم نشوف أثر الشراكة الناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص المتمثلة في دمج برنامج تكوين وتطوير. البرنامج اليوم يتكلم عن أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية القدرات الإدارية ولإعطاء أفضل المعطيات والنتائج الإدارية. برنامج اليوم كان جداً هادف وأضاف لنا الكثير. نتمنى مثل هذه البرامج تتنمى وتزيد ولما فيها فائدة للموظفين القطاع العام والخاص. الفعالية بينت من عدة جوانب أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في صنع القرار وتطويعه إلى فرص تتناسب مع طبيعة العمل المؤسسي، والتعرف على دوره في صنع القرار ببيئة العمل المؤسساتية. مع التطور الكبير اللي قاعد يصير هالأيام في الذكاء الاصطناعي قاعد نشوف فائدته بكل مكان، من تسريع عمليات الشغل إلى أتمتة الشغل نفسه إلى مساعدتنا حتى في الكتابة ولا القراءة. الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد يفيدنا وايد بهذه المجالات كلها، فلازم نتعلم الذكاء الاصطناعي، لازم نواكب خلينا نقول هذه الموجة مال الذكاء الاصطناعي علشان حتى ينعكس على اقتصاد البحرين بشكل عام. أهداف هذه الدورة وايد، منها أتمتة الشغل، منها الأوبتمايزيشن احنا نسميه اللي هو الاختيار الصحيح حق هذه الأدوات، واستخدام هذه الأدوات حتى حق مساعدة الموظف في الشغل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة أوضحت أن هذه التجمعات واللقاءات هي مساحات مفتوحة لتبادل الخبرات العلمية والممارسات التطبيقية واستشراف الاحتياجات التدريبية للكوادر الوطنية بما يرتقي بالخدمات المقدمة.